مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من داخل الاستوديو مشوار المساء، ومثلما التقت به كاميرانا وانتظرته على المطار، نحييه هذا المساء بالحروف الكبيرة ونوقع عليها بطعم الحب الكبير. وطول سنة بلقمحنا الواعدة دائما، لأنه مهما سافر ومهما ابتعد فهو بالتأكيد محتفظ لنا ولهذا الشعب العظيم بالسقيا والعطاء والفرح الكبير. أهلا بك سيد الأستاذ محمد البيتوري، وأنت داخل استوديو تلفزيون مع زملائك وأبنائك وإخوانك والشعب السوداني في انتظارك على الشاشة. شحبت روحي صارت شفقا، شحبت روحي صارت شفقا، شعت غيما وسنا، شعت غيما وسنا، كالدرويش المتعلق في قدمي مولاه أنا، أتمرغ في شجن، أتوهج في بدن، أتمرغ في شجن، أتوهج في بدني، غيري أعمى مهما أصغى لن يبصرني، غيري أعمى مهما أصغى لن يبصرني، فأنا حجر، شجر، شيء عبر الشارع، جزر غرق في قاع البحر، حريق في الزمن الضائع، قنديل زيتي مبهوت في أقصى بيت في بيروت، أتألق حينا ثم أرنق ثم أموت، ويحي وأنا أتلعثم نحوك يا مولاي، أجرد أحزاني أتجسد فيك، هل أنت أنا؟ أنت أنا؟ يدك الممدودة أم يدي الممدودة؟ صوتك أم صوتي؟ تبكيني أم أبكيك؟ في حضرة من أهوى عبثت بي الأشواق، في حضرة من أهوى عبثت بالأشواق، حدقت بلا وجه ورقصت بلا ساق، وزحمت براياتي وطبول الآفاق، عشقي يفني عشقي، وفنائي استغراق، مملوكك لكني سلطان العشاق. أهلا بك فمي طبعا. مرحبا بك وسط أهلك وأحبابك، وشكرا أيضا لمهرجان الثقافة الرابع الذي أتى بك إلينا، ونحن سعيدون بك حقا. وأنا أيضا فخور بهذا الحضور وفخور بهذا الوسام، وأعتقد أنني بالأمس عندما شرفت بتسلمه بحمله من يدي السيد الرئيس، في الحق أني شعرت بكثير من الراحة والطمأنينة والزهو أيضا، فإن مثل تلك الحالات بالنسبة لنا كشعراء وفنانين هي حالات التقدير الحقيقية وحالات الاعتراف بالجهد، وعلينا نحن أن نكون في مستوى المسؤولية ومستوى هذا العطاء. أهلا بك مرة أخرى، وننتقل إلى الاستديو. نحن غرس الشموس الآتيات من رحم الوجود، يتلألأ الحق فينا نبراسا، يتموسق النداء في الحناجر، يتناسق الإيقاع والصوت الندي، وتتناسق الخطى على إيقاع لحن، وتنبعث الأغنية، أغنية السلام. سلام لكم من الوجدان مشاهدي الأعزاء، مرحبا بكم في سهرتنا المفتوحة هذه، لقاؤنا معكم بلا حدود وخارج إطار الزمن، يحوم حول الجمال، نتمنى أن نوفق في الاختيار. يا
سلام 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 على بصيرة من تجارب الزمان وعمران المكان راح الإنسان السوداني يرسخ لدى كل الشعوب اعتقادا قديما بحبه الناس على مدى الزمان واتساع المكان، ولهم يتفانى خدمة من غير ما من ولا أذى حتى غدت لفظة سوداني مقرونة في كل بقاع الدنيا بالنبل والشهامة والمروءة وحب الناس وحب السلام. ونحن على وعي بقيمنا الحضارية التاريخية الزنجية العربية المتأصلة في الشخصية السودانية وثقافتنا المتنوعة وموسيقانا الجاذبة والتي تأثرت بها كل دول الجوار.